واحد القضيه مهمه بزاف ولكن ما ذكرتهاش، عقد ملي كنبغيو الرهنه اولا نكريو بالرهينه، هذا هو المصطلح اللي هو اللي هو مضبوط. عقد الرهن غير معترف به، غير قانوني، ولا وقع شي مشكل مع داك الشخص ما ردش لك فلوس كل المسائل، ملي كتمشي للمحكمه ما كتعقلش عليك وكتبطل داك العقد، كتقول لكم هذه المعامله باطله بيناتكم. بمعنى عقد الرهينه هو واحد العقد غير معترف. السلام عليكم شباب، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير. المهم كيف ما شفتوا بارطاجيت معكم داك الخبر ديال الناس اللي تنصب عليهم في العمليه ديال الرهينه، وانتم عارفين بانه هاد القضيه هذه كاينه عندنا في المغرب، الناس كيرهنوا باش يخلصوا واحد السومه اقل. لكن هاد عمليه النصب والاحتيال انا بصراحه استغربت، لانه عمليه غبيه جدا. كيفاش انت تسمح لراسك بانك تكري او لا ترهن عند شي واحد انت ما متاكدش بان داك الملك واش ديالو ولا ماشي ديالو؟ السيد كان كيمشي كيكري لي زابارتومون كيعاود فيهم الرهينه، بمعنى هاد الناس اللي تنصب عليهم ما تاكدوش من الملكيه ديال هاد العقارات. وهذا الشيء علاش انا بغيت نحذركم، الا كنتي غادي تكري ولا غادي ترهن ولا غادي تشري، غدير اي تصرف قانوني في العقار لابد من تاكد من الملكيه، لانه ما يمكنش انا غنتعامل مع واحد الشخص اللي انا ما متاكدش من طبيعه الملكيه ديالو، واش ديالو ولا ديال خو ولا ديال شي واحد اخر. دونك هذا هو اللي كاين. كاينين هنا ناس بون كيف ما قلت لكم، كاينين معنا بعض الاخوان اللي يقدر يقول لك هذاك السيد يقدر يعطيك ملكيه مزوره ولا لو تيتر فونسي مزور. لا الشريف، راك غادي تمشي للمحافظه غادي تسول، وما غاديش تسول غير على واش الدار في الملكيه ديالو او لا، غادي تعرف حتى واش هذيك الدار مرهونه لا بنك او لا مرهونه لشي واحد اخر ولا لشي شركه عقاريه، ولا خونا ما مكملش فلوسها، واش عليها شي تقييدات وبزاف ديال المسائل. دونك هذا هو اللي كاين الاخوان. هاد المراحل كتجي الناس كتجيهم شويه صعيبه، كتبان لهم واحد لوفر السيد باغي بواحد الثمن قليل وكذا، كيجيو كيزربوا. لا سورتو في العقار وفي الفلوس ما كنزربوش بزاف. لو كونسيبت ديال القانون ماشي هو اننا نلجؤوا ليه باش يحل لنا المشاكل ديالنا، لا اننا نعرفوه باش ما نطيحوش في المشكل، لانه الا طحنا في المشكل طحنا في بزاف ديال الاجراءات والسرواجي وهاد المسائل. دونك هذا هو اللي كاين، نتمنى انكم تكونوا على الاقل استفدتوا من هاد التحذيرات هادو، وتردوا بالكم الاخوان، لانه الفلوس والعقار ما كنلعبوش بهم. واحد القضيه مهمه بزاف ولكن ما ذكرتهاش، عقد ملي كنبغيو الرهن اولا نكريو بالرهينه، هذا هو المصطلح اللي هو اللي هو مضبوط. عقد الرهن غير معترف به، غير قانوني، ولا وقع شي مشكل مع داك الشخص ما ردش لك فلوس كل المسائل، ملي كتمشي للمحكمه ما كتعقلش عليك وكتبطل داك العقد، كتقول لكم هذه المعامله باطله بيناتكم. بمعنى عقد الرهينه هو واحد العقد غير معترف به. كيفاش الرهن؟ كندير عقد كراء مستقل وكنخلص مع ابراء الذمه، زائد عقد سلف، او هو معروف بعقد سلف ولكن هو في القانون هو اعتراف بدين. دونك هذا هو اللي كاين، هذه هي العمليه كيف كدوز باش تكون رهنتي بطريقه سليمه.